دستوري. معانا سياده اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الاسكندريه والقليوبيه الاسبق وخبير الاداره المحليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو، اهلا بيك. معنى هذا الحكم التاريخي ايه يا فندم؟ ممكن تشرح للناس؟ هقول لحضرتك بس ما اشبه الليله بالبارحه. انا كنت عندك 14 مارس حلقة عن الإدارة القديم، وقلت لك أنا مش هتكلم في أي حاجة غير أن هذا القانون بيه عوار دستوري شديد شديد للغاية. والحمد لله النهاردة المحكمة ادت حكم في الدعوة المرفوعة 24 لسنة 20 قضائية، وسنة 20 قضائية دي يعني الدعوة دي مرفوعة ممكن من سنة 2000 أو من سنة 99. فيعني الحمد لله أن ربنا كرمنا ويعني استجابت المحكمة لهذا العوار، لأن مبادئ دستور 2014 بتحمي حرية التعاقد وبتعتبرها فرعا من الحرية الشخصية. فالنهاردة المادة الأولى والثانية خاصة بثبات القيمة الإيجارية التي لم تعد متناسبة تماما مع التضخم وقيمة الجنيه المصري حاليا، وأصبحت ضارة جدا بالعلاقة الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر. فقرار المحكمة النهاردة ينهي هذا التجميد لهذه المشكلة اللي محدش قدر يتصدى ليها، لا مجلس نواب ولا علاقات بين المواطنين ولا إصدار قوانين، لأن ده كان من القوانين المستحيلة. يعني أنا دايما بقول في قانونين كانوا مستحيلين على أي مجلس نواب: الأحوال الشخصية والإيجار القديم. لا طبعا، هي المحكمة النهاردة يعني استجابت وقالت إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا مضى عقود على التاريخ عليه التي تحدد به يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية، وبالتالي هي ادت تطبيق لأثر هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي اللي هو هينتهي في شهر يوليو. يعني ادت فرصة للمشرع اللي هو أنه مجلس النواب والحكومة لغاية شهر 8 أشهر يطلعوا فيه التعديل الخاص بالقانون، واعتقد ان سيكون هناك مشروعا لقانون الايجار القديم يحل هذه الاشكاليه. فالمحكمه الدستوريه اطلقت العنان للتغيير، ولكن يبقى الشيطان في التفاصيل. إنه لا القانون... ان شاء الله ما فيش شيطان في التفاصيل، لان هي الحكم واضح وبات. واعتقد ان احنا يعني اتعمل حوارات واتعملت لقاءات وفي مناقشات في لجنه الاسكان قبل كده، وفي تصور لكيفيه حل هذه الاشكاليه، وسيتم المواءمه بين المالك والمستاجر ومصالح الطرفين، والدوله بترعى الجانبين ولا تمييز بين مالك ومستاجر. وان شاء الله القانون يعني خلينا ننتظر كده، ده محتاج كلام كتير، فانا ممكن نعمل له يعني بعد فتره كده حلقه كويسه ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع. سياده اللواء دكتور رضا فرحات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه